kepada Qori'ah nomor peserta TQ 0609. Disilakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وقال الملأ من قومه الذين كفروا وكذبوا بلقاء الآخرة وأترفناهم في الحياة الدنيا ما هذا إلا بشر مثلكم يأكل مما تأكلون منه ويشرب مما تشربون ولئن أطعتم بشرا مثلكم إنكم إذا لخاسرون أيعدكم أنكم إذا متتم وكنتم ترابا وعظاما أنكم مخرجون هيهات هيهات لما توعدون إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما نحن مبعوثين إن هو إلا رجل افترى على الله كذبا وما نحن له بمؤمنين قال رب انصرني بما كذبون قال عما قليل ليصبحن نادمين
وأخذتهم الصيحة بالحق فجعلناهم غثاء وبعدا للقوم الظالمين ثم أنشأنا من بعدهم قرونا آخرين ما تسبق من تجعلها وما يستأجرون ثم أرسلنا رسلنا تسرى كلما جاء أمة رسولها كذبوا فأتبعنا بعضهم بعضا جعلناهم وجعلناهم أحاديث فبعدا لقوم لا يؤمنون ثم أرسلنا موسى وأخاه هارون آياتنا وسلطان إلى فرعون وملائه فاستكبروا وكانوا فقالوا أنؤمن لبشرين مثلنا وقوم لنا عابد وكذبوا ما فكانوا من المهلكين فلقد آتينا موسى الكتاب لعلهم يهتدون فجعلنا ابن مريم وأمه آية آويناهما إلى ربوة ذات
In